الأكل التقليدي، زهقت من الطبيخ، زهقت من بعض الأكلات اللي بتاخد منك فترة طويلة أو وقت طويل، تعالوا نعمل أحلى وأطعم ساندوتشات في الفينو بطريقة سهلة جدا، مش هتاخد منك فعلا ربع ساعة وأقل من ربع ساعة كمان، والطعم فعلا رهيب جدا ما شاء الله اللهم بارك. تعالوا مع بعضينا نشوف السندوتشات دي بتحتوي على ايه بالطعم الجميل السبايسي. قبل ما نبدأ نقول اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعالوا نشوف المكونات مع بعضينا. سوسيس مدخن أو سجق مدخن حسب التسمية اللي بتسموها، ومعايا كمان فلفل حامي مقطعاه سلايس او رفيع، معايا طماطم مقطعه مكعبات، وفلفل رومي، معايا البهارات فلفل اسمر وكمون وكاري وكركم وبصل بودر توم بودر وزعتر، وهنحط الملح كمان. تعالوا بقى نجيب طاسه نحطها على النار ونحط معلقه زيت واحده فقط على الطاسه، وهننزل بالسوسيز او المدخن او السجق المدخن زي ما حضراتكم شايفين. الفلفل الاسمر عايزه اقول لكم فعلا طعمه روعه جدا جدا ما شاء الله اللهم بارك. هنا بقى ادي تشويحه 2 3 لغايه ما اللون بتاعه تحس ان هو اتغير وخد طبقه كريسبي كده من فوق، تمام. هتبداي اللي انت تنزلي بالفلفل الحامي والفلفل الرومي، وتنزلي بالطماطم والبهارات بتاعتك، عايزه تحطي بصل، عايزه تحطي ثوم، حسب ما انتم عايزين وحسب ما انتم بتحبوا. احنا قلنا اكله سريعه جدا جدا ما شاء الله اللهم بارك، مش هتاخد مننا وقت فعلا. لو احنا زهقنا من الطبيخ، زهقنا من بعض الاكلات، بنعمل اكله مش بتاخد مننا 10 دقائق او ربع ساعه لو احنا لسه هنحضر الحاجه في فينو او في بلدي او في عيش كايزر زي ما انتم عايزين، تمام كده. ودايما طول ما احنا بنعمل حاجه نذكر الله عز وجل ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. في بعض الاكلات احنا ممكن نعملها واحنا واقفين، سندوتش وكوبايه عصير، عايزه اقول لكم فعلا بتبقى اكله روعه جدا، ما بتكونش على البال وعلى الخاطر. احنا بالطاسه كده نبدا اللي احنا نشوح او بمعلقه نشوح. تعالوا بقى بعد ما تاخد اللون الروعه اللي انتم شايفينه ده، اللي هي دخلت على اللون المحمر الغامق شويه، تمام. هبدا بقى خلاص اللي انا بنزل بالخضار بتاعي او انزل بالفلفل بتاعي، وبعدين انزل بالطماطم، وبعدين انزل بالبهارات. انزلي بالفلفل وبعدين انزلي بالبهارات، وخلي الطماطم اخر مرحله، تمام كده. انا نسيت طبعا ونزلت بالطماطم الاول. هنا خلاص هبدأ انزل بالفلفل الحامي، تمام كده، وهبدأ اديها تشويحة، وبعدين انزل بالفلفل الرومي، وهبدأ اللي انا اقلبهم او ادمجهم كلهم مع بعضهم زي ما احنا قلنا. لو عايزين نحط بصل وعايزين نحط ثوم مفيش اي مشكلة، تمام كده، يعني حسب كل مرة ممكن ايه تغيري الاكلة بحاجة زيادة عليها. في ناس بيحطوا مشروم عليه برضك بيبقى جميل جدا. حاولي ان انت ما تكتريش الزيت، زي ما احنا قلنا هي معلقه زيت واحده فقط، تمام، عشان ما يبقاش الكوليسترول فيها عالي. خلاص، وعايزه تحطي زيت زيتون مفيش اي مشكله، انا عملته بزيت عادي زيت ابيض. هبدا ان انا ادمج الحاجه مع بعضيها زي ما حضراتكم شايفين، وهبدا ان انا انزل بالطماطم على المكونات. قبل ما تنزلي بالطماطم حاولي ان انت تنزلي بالبهارات بتاعتك المشكله، فلفل اسمر وكمون وكاري وكركم بصل بودر توم بودر وزعتر، تمام كده. عايزه تنزلي بسن شطه مفيش اي مشكله، وصويا صوص ودبس رمان، فعلا 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 عايزه اقول لكم بيدي طعم روعه جدا جدا. احنا قلنا بيدخل معانا في المشويات جميل جدا، او بيدخل معانا في اللحوم برضك بيدي طعم روعه جدا، او لو انت عايزه تعملي الاكله دي برضك بيدي طعم جميل جدا، بتحطي حاجات بسيطه جدا مش كتير. انا هنا بدات انزل بالطماطم المكعبات زي ما حضراتكم شايفين، عايزين تقطعوها جوليت مكعبات مفيش مشكله، حسب الطريقه اللي انتوا عايزين تقطعوها بيها. وبشكر جميع المتواجدين معايا، وبشكر كلامكم الطيب اللي بيرفع من المعنويات، يا رب دايما متجمعين على خير، اللهم امين يا رب العالمين، ان شاء الله باذن الله نكبر بيكم وليكم. طب انا هنا هنزل بالبهارات، حاولوا ان انتوا تنزلوا بالبهارات قبل الطماطم، انا كنت نسيت فنزلت بعد ما حطيت الطماطم. البهارات مره تانية، انا حاطه زعتر، حاطه فلفل اسمر، حاطه كمون، حاطه كاري، حاطه كركم، حاطه بصل بودر، وحاطه ثوم بودر، وكمان هنزل بالملح، تمام كده. حاولي ان انت ما تكتريش الملح في الاكل بصفه عامه، وخلي الملح اخر مرحله في الطعام بصفه عامه او في الاكلات بصفه عامه، انزلي بالملح في الاخر، تمام كده. طيب هنبدا اللي احنا خلاص هي كده تعتبر الاكله بتاعتنا استوت وخلصت بسرعه ما شاء الله اللهم بارك. هبدا خلاص اقلب او ادمج البهارات كلها مع الاكله وخلاص، وبنعملها بقى في الساندوتش اللي احنا عايزينه، اما عيش بلدي اما عيش فينو اما العيش الشامي ايا كان. انا بصفه عامه ما باكلش العيش الفينو الا قليل جدا جدا، ممكن اكتر اكل اللي هو العيش البلدي اللي برده. انا هنزل هنا بدبس رمان
بيديله حتة تسكيرة، وهنزل بصويا صوص، مش كمية كبيرة، لا كمية صغيرة يعني فيما يقارب معلقة كبيرة كده ممسوحة، او معلقة صغيرة يعني مفيش مشكلة حسب. لو مش عايزين تنزلوا بدبس رمان وصويا صوص مفيش مشكلة، لكن انا قلت فعلا بتدي طعم جميل جدا. عايزة تنزلي بقى بمعجون صلصة مفيش مشكلة برضه، كل واحد وحسب الطريقة اللي هو بيعملها. احنا قلنا احنا ممكن نعمل اكلة، لكن الاكلة دي نعملها باشكال متعددة، الطعم فيها بيكون متغير، المذاق فيها بيكون مختلف، لكن فعلا بتنتهي بطريقة سريعة جدا، بتكون جميلة جدا، الطعم فعلا ما شاء الله اللهم بارك بيكون روعة جدا، وحاجة بتخلص بسرعة لو انت عندك شغل، او انت مثلا مش فاضية، او انت عايزة تعملي تغيير في الاكل مثلا، روتين الاكل اللي احنا بنمشي فيه. خلصت بدأت اللي انا احشي الحشوة بتاعتي او الاكلة بتاعتي في سندوتشات الفينو، عايزة اقول لكم روعة جدا، مع مخلل بقى او فلفل حامي او خيار، ايا كان بقى الحاجة المتواجدة عندك هتعمليها، كان فعلا طعمها جميل جدا، ان شاء الله باذن الله تعجبكم وتطبقوها. ولو محتاجين اي اكلة او اي وصفة اكتبوا لي تحت في الكومنتات، ونترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.